السلام عليكم، معكم علي، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن المراسلة باللغة الإنجليزية. إذا أردت أن أرسل رسالة أو إيميل لمريض مثلا، لا أركز على المرض بحد ذاته، لكن أركز على الأشياء الإيجابية والأمور اللي تكون تسر المريض، من زيارات أصدقاء، من نشاطات، من قراءة كتب وهكذا. إذا تركيزنا لا يكون على المرض بحيث أن المريض لا يتذكر مرضه بحيث يتعب أو بيصير يفكر بالمرض وإلى آخره. إذا الهدف من الرسالة أنه نغير جو ومود، يعني مزاج المريض، حيث المريض ترتفع معنوياته وينبسط من رسالتنا، ويعتمد طول الرسالة على مدى معرفتنا بهذا الشخص. إذا كنت بعدك ما اشتركت بالقناة، اضغط على اشتراك وفعل زر الجرس يصلك كل جديد. لاحظ هذه الرسالة أو الإيميل باللغة الإنجليزية لمريض. Dear Catherine أو كاترين، I was so sorry to hear your illness, but I'm happy to know that you're getting good care and resting comfortably now. عزيزتي كاثرين، كنت حزين جدا، ترجم so جدا، to hear لي سماع your illness يعني مرضك، ال مريض، illness مرض يعني اسم، لاحظ السفك ساية سمي سفك ساحقة تعبر عن اسم، but لكن لاحظ قبلها نضع كما فاصلة، I'm happy أنا سعيد to know ليعرف that you're getting good care بأنك تعتنين بنفسك and resting comfortably now ومرتاحة الآن. لاحظ استخدمنا I'm هي اختصار I am، فقط حذفنا الـ A، استخدمنا apostrophe no، لا نقول كانو، إذا جاء عندنا حرف K بعدين N الK لا يلفظ، إذا كلمة no لا نقول كانو، أيضا knife لاحظ knife سكين، أيضا الـ K بعده N الـ K لا تلفظ. no your هي اختصار you are getting، لاحظ الفعل get عندما ضفنا الـ ing وضعنا دبل T، يعني عندنا حرف ساكن قبله حرف صوتي وحيد، نضاعف الحرف الساكن ونضيف ing getting. نحفظ كلمة comfortably معناته بشكل مريح يعني مرتاح، comfortable مرتاح، comfortably إذا بشكل مريح. Dear Catherine, I was so sorry to hear your، لاحظ لا نقول hear الأركان وانفضها، هذا هنا لا نقول your to hear your، كأنه الآر بلفظها بس شكل خفيف جدا، illness but I'm happy to know that you're getting good care and resting comfortably now. Mary tells me there are a surprising number of things you can do that the doctors believe are just fine. That's great since you've always been fascinated with stories about the African jungles. تخبرني ماري بأن هناك أشياء عديدة مذهلة، you can do it يعني يمكن أن تقومين بها، that the doctors الأطباء believe يعتقدون are just fine بأنها جميلة، that's great ذلك رائعا أو عمل رائع، since بما أنك you've always been كنت دائما fascinated with مغرمة ب، لاحظ fascinated مغرم with ب مغرمة ب stories قصص about
عن the African jungles، عن الأدغال الأفريقية أو الغابات الأفريقية. لاحظ surprising مذهل، believe يعتقد أو يؤمن، be since بما أنه منذ، fascinated with لاحظ with ترجمها be أو مع. على حسب، مثلا نقول I will play with him يعني سألعب معه، I will play with the ball لا أقول ألعب مع الكرة، ألعب بالكرة. jungle غابة or أدغال، African أفريقية. لاحظ A لازم يكون احنا دائما القارات او الجنسيات لازم يكون عندنا كابيتال لتر، ايضا نبدا دائما كابيتال لتر، والاسم ايضا يكون عندنا احرف كبيره. ماري تيلز مي ذير ار سربرايزنج نمبر اوف ثينكس يو كان دو ذات ذا دكتورز بيليف ار جاست فاين ذات جريت سينس يوف always been fascinated with stories about the African jungles. لاحظ you've هي اختصار لي you have. I decided to enclose something with this note that might give you a bit of a challenge in that area jigsaw puzzle about animals. قررت لي أرفق شيء ما مع هذه الرسالة that might give you التي ممكن أن تعطيك a bit of نوع من challenge التحدي في بازل أحجية أو لغز جيكسو. إذن أحجية جيكسو يعني ربط الصور المتقطعة أو المقطعة about animals عن الحيوانات، اللي يكون حيوان بقطعون الصور بحيث انه نرتبها مع بعض يسمونها جيكسو بازل. I decided to enclose something with this note that might give you a bit of a challenge in that area. A jigsaw puzzle about animals. All of those tiny pieces to put together just confuse me. But I understand that you've become an expert on puzzles, so good luck. All of those tiny pieces يعني جميع تلك، لاحظ جميع تلك tiny pieces القطع الصغيرة يعني tiny very small to put together لتركيبها أو لجمعها سوية لتركيبها أو جمعها just confuse me تشوشني أو تربكني. But لكنني I understand أفهم that بأنك you've become قد أصبحت. لاحظ you've يعني you have نترجم have هذا نسميه present perfect حاضر تام أو مضارع تام. إذا نترجمه قد أصبحت an expert. expert خبيرة جمع كلمة experience تجربة expert on puzzles خبيرة بالأحاجي يعني أحجية أحاجي جمعها لغز الغاز. So good luck لذا أو لذلك حظ جيد أو موفق يعني. All of those tiny pieces نحفظ tiny بمعنى صغير جدا pieces to put together just confuse me. But I understand that you've become an expert on puzzles, so good luck. I plan to stop for a visit sometime next time, Catherine, and will look forward to seeing you. Then, in the meantime, get lots of rest and happy puzzling. Best wishes. I plan وخططوا to stop for visit. لزيارتك لاحظ ترجمها لزيارتك some time في وقت ما في الأسبوع القادم أو المرة القادمة كاترين and will look forward to نحفظ التركيب هذا look forward to أتوق ل وبعد يأتي الفعل مضاف له ing لا نقول to see دائما بعد التركيب هذا
استخدم ing أتوق لرؤيتك then in the meantime في هذه الأثناء أو تلك الأثناء get lots of rest ارتاحي and happy puzzling ومزيد من الحظ في حل الحاجة أو الغاز best wishes مع طيب الأمنيات أو تمنيات لك بالتوفيق. I plan to stop for a visit sometime next time, Catherine, and will look forward to seeing you. Then, in the meantime, get lots of rest and happy buzzing. Best wishes. بهذا الشكل تكلمنا عن كيفية إرسال رسالة أو إيميل لشخص مريض. كما قلنا التركيز ليس على المرض وجعل المريض يفكر كثيرا بمرضه ويصبح متوتر، لكن نركز على الأشياء التي يحبها بحيث نغير فكره ومزاجه من مرضه وتفكير بمرضه لشيء آخر يحبه، بالتالي يكون متفاعل أكثر معنا. وكما نعلم زيارة المريض دائما لتشجيعه وإعطائه مزيد من جرعات الأمل والحالة الإيجابية. أتمنى أني قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.